تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية يعني ما هي التوقعات لأداء الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع وعوائد السندات لمختلف الأجيال؟ صباح الخير. طبعا عندما نتحدث عن الدولار الامريكي نجد انه يعني شهد عمليات جني ارباح واسعه النطاق، حيث بدا مؤشر الدولار الذي يقيس قيمه العمله مقابل 6 عملات للتراجع من اعلى مستوياته من 115 ليستقر الان مع بدايه التداولات الاسبوعيه بالقرب من مستويات ال 112. ولكن علينا الوضع بعين الاعتبار انه على الرغم من تراجعات الدولار الامريكي، ولكن يعني هذا الامر يعود بشكل رئيسي لعمليات جني الارباح بعد الارتفاعات قوية التي سجلها الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وطبعا فترات تصحيحية على المدى القصير قبل يعني انتظار البيانات الاقتصادية الهامة أو قبل صدور بيانات اقتصادية هامة. نحن ننتظر هذا الأسبوع بيانات سوق العمل أو بيانات الوظائف الأمريكية، وطبعا بيانات القطاعات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة، وبالتالي قد نرى عودة لتحركات الدولار الأمريكي للارتفاع مرة أخرى مقابل أغلب العملات إذا ما أثبتت أن هذه القطاعات يعني تواصل النمو بالرغم طبعا من الضغوطات التي تعاني او منها او استمرار رفع الاسعار الفايده الامريكيه بوتيره قويه وتاثير هذا بالسلب على يعني نمو الاقتصاد الامريكي. ولكن يبدو ان الان حتى لوقتنا هذا الاقتصاد الامريكي لا يزال متماسكا، واغلب تصريحات اعضاء الفدرالي الامريكي في الاونه الماضيه اكدت ان يعني البنك لا يزال مستمر في وتيره رفع الفائده والاستمرار في رفع الفائده بقوه في محاوله طبعا للسيطره على معدلات التضخم التي وصلت لاعلى مستوياتها منذ ثمانينات القرن الماضي. وبالتالي حتى لو وجدنا أن هناك تراجعات للدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، فقد تكون تلك التراجعات يعني قصيرة المدى، ولكن على المدى الطويل وطالما أثبتت البيانات الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي، فقد نرى عودة من جديد لارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات. نعم أمان، يعني في ظل الارتفاعات الحاصلة في معدلات التضخم تحديدا في المنطقة الأوروبية، ويعني هل يوجد أي أنباء حول التوقعات برفع أسعار الفائدة في أوروبا من المركز الأوروبي حول النسب؟ هل هي 75 نقطة أساس أم عند 50 نقطة أساس، وهل القرار متوقع قريب؟ طبعا بيانات التضخم التي ظهرت الاسبوع الماضي في منطقه اليورو اثبتت يعني نمو التضخم لاعلى مستوياته منذ نشاه المنطقه، وانه حتى وقتنا هذا يفشل البنك المركزي الاوروبي في السيطره على وتيره ارتفاع الاسعار التي وصلت لمستويات 10% يعني في الشهر الماضي. وبالتالي نحن الان امام انتظار لقرار رفع الفائده الاوروبيه وقرارات جديده للبنك المركزي الاوروبي. هناك توقعات ان يكون رفع الفائده ب 50 نقطة أساس، وهناك توقعات بأن يكون 75 نقطة أساس، ولكن علينا الوضع بعين الاعتبار أنه حتى لو تم رفع الفائدة واقع 75 نقطة أساس فيعني سيستمر الضغوطات على اليورو العديدة من الأسباب. أولاً يعني حالة الضغوطات التي تعاني منها اقتصاد المنطقة بسبب طبعا نقص الامدادات الأوروبية من جانب الطاقة بسبب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار الضغوطات على أغلب القطاعات وانكماش القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو. أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار أنه على الرغم من عمليات جني الأرباح التي سيطرت على الدولار الأمريكي والتي دعمت ارتفاع اليورو نوعا ما، ولكن حتى الآن وحتى وقتنا هذا لا يزال اليورو مستقر دون مستويات التعادل يقترب من مستويات 98 سنت في وضع يعني تباين الواضح في السياسات النقديه. ما بين البنك المركزي الاوروبي الذي بدا مؤخرا في رفع الفائده والفدرالي الامريكي الذي يرفع الفائده في كل اجتماع بوتيره قويه منذ اجتماع مارس الماضي. نعم، وهذه الفروقات باسعار الفائده لما تحدثنا عن الجنيه الاسترليني ايضا الذي واجه الكثير من الضغوط وتدخلات بنك انجلترا، هل فعلا اوقفت التراجعات الحاصله في الجنيه وهل سنراه ينتعش خلال الفتره المقبله في ظل هذه القرارات المتخذه من البنك المركزي البريطاني بنك انجلترا؟ على الرغم ان يعني بنك انجلترا كان من اوائل البنوك المركزيه التي تتبعت الفدرالي الامريكي سريعا وبدات في رفع الفائده منذ بدايه العام الحالي، ولكن يعني حتى الان الضغوطات كما اشرت على منطقه او الاقتصاد الاوروبي عامه سواء اقتصاد منطقه اليورو او بريطانيا بسبب نقص الامدادات الطاقه من جانب روسيا، يعني هذا الامر يضغط على نوعا ما الاقتصاد البريطاني. ايضا يعني بالرغم من رفع الفائده من قبل بنك انجلترا، ولكن السياسه الماليه التي
التي اتبعتها الحكومة البريطانية وخفض الفائدة خفض الضرائب لمستويات قياسية تسبب في انهيار العملة، وهو ما استدعى يعني تدخل بنك انجلترا ومحاولة يعني استقرار الجنيه الاسترليني مرة ثانية، وحتى انه وجدنا انه يعود المستويات يعني اعلى مستويات 1.10 مقابل الدولار، والان يقترب من مستويات 1.13. ولكن يعني تدخل بنك انجلترا بالعمليات إعادة شراء برامج الأصول، يعني هذا الأمر ساهم في منع انهيار الجنيه الاسترليني. ولكن الاتجاه العام والضغوطات التي تواجه الاقتصاد البريطاني بسبب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، والاستمرار في رفع الفائدة والتباين الواضح في السياسات المالية والنقدية من جانب صناع القرار في بريطانيا قد يضغط على العملة في الفترة المقبلة. نعم، هذه الضغوط على العملات بالمجمل يعني في ظل الارتفاعات الحاصلة في مؤشر الدولار والوصول إلى مستويات 115 نقطة. إذا ما تحدثنا عن الليرة التركية أيضا تواجه العديد من الضغوط في ظل هذه المعطيات الموجودة في الأسواق، وأيضا المركزي التركي قام بتخفيض أسعار الفائدة، هذه الفوارق بأسعار الفائدة وكيف تصفين أداء الليرة التركية بالمجمل؟ المشكلة التي تعاني منها تركيا والليرة التركية تعود كما أشرت إلى يعني اختلاف السياسات النقدية. نحن لا نتحدث عن أن الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بوتيرة قوية مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية، وأنه على الرغم من هذا إلا أن الدولار لا يزال متفوقا أمام أغلب العملات. على الجانب الآخر الليرة التركية والسياسات صناع القرار في تركيا سواء الحكومة أو سواء بنك المركز التركي يعني تساهم أو تتسبب في استمرار تراجع واستمرار انهيار الليرة التركية. حتى وجدنا أن البنك المركز التركي في الوقت الذي أغلب البنوك المركزية العالمية تتبنى سياسة رفع الفائدة، وجدنا أن البنك المركز التركي يواصل خفض الفائدة وفي اجتماعات يعني بخطوة مفاجئة، ووجدنا أن معدلات التضخم في تركيا طبعا بسبب سياسة خفض الفائدة وصلت لمستويات 83%. وبالتالي يعني بالرغم من هذا الامر من المفترض ان يساهم او يتسبب في استمرار يعني رفع الفائده او تغيير السياسه النقديه، الا ان الرئيس التركي اردوغان اكد على ان يعني يطالب البنك المركزي التركي بالاستمرار في خفض الفائده. نعم. وان هذا الامر قد يجني استمراره على المدى المتوسط للمدى البعيد، ولكن على المدى القصير يعني استمرار خفض الفائده التركيه تتسبب في انهيار العمله واستمرار ارتفاع التضخم وفقدان الثقه. نعم. عامه في الاقتصاد التركي. نعم، محلله الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.